فاضل كف اخوي اللي عرفت انه عندي صوت بدي وصله. من التعلم من الدخول على الجامعة كثير شغلات. رح اشتغل مع اخوي بالحلاقة، ساعده بالحلاقة، بتعلم منه انه عم بتعشى وعم يعني هيك عم غني بندن. ما حسيت غير بعد عم حط اللقمة وكف هيك خبطت القوة لجهة ما عرفت شو صار، حطيت على الكرسي ما عرفت شو صار. قال لي يا كلب والله صوتك حلو. مجالات بشجع انه وصل صوت بلدي، وصل صوت بلدي، وصل للقضية اللي انا عم كافح مشانها، عم كافح بمرضي، عم كافح بكل شيء، لوصل صوتي للعالم بقول انا فلسطيني وحوصل. لا بدي منعوم، لا بلاس قناة فلسطين الرقمية.